فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح إطلاق عبارة الذوات المقدسة في الإسلام أو الرموز الإسلامية ويقصد بذلك ذات الله عز وجل وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم؟ فهل يطلق على الله ما يسمى رمز، الرسول ما يسمى رمز، ما يقال هذا، هذه عبارات مستوردة، الرموز الذوات المقدسة إلى آخره، هذه كلها مستوردة، لا أصل لها. نعم.